ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبناء على طلب أخي ونزولا عند رغبته، بناء على طلب أخي ياسر حفظه الله جل وعلا ورعاه، وهو يتهيأ للسفر إلى بلاد فرنسا، هذه البلاد التي تعمر بالشباب المسلم، بالشباب المسلم نسبة، وبالشباب المسلم كذلك التزاما واستقامة، خاصة في هذه السنوات الأخيرة، إذ لاحظنا هذه الصحوة المباركة في وسط شباب اجتمعت قوى الكفر كلها على أن تصدهم عن سبيل الله جل وعلا، من كان منهم مسلما، أو أن تكون حاجزا في وجه إسلام الشباب الثاني الذي هو على الكفر من شباب بلاد فرنسا أو بلاد الكفر كلها، إلا أن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله قد منى على الكثير منهم أن عرفوا الحق والتزموه، وهم يجتهدون جهدهم في الاستقامة عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم على الاستقامة على دينه والسير على نهج نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد جاءني هذه الصائفة الكثير منهم من الشباب الفرنسي الأصل الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام واهتدى إلى صراط الله المستقيم، يصدق في هؤلاء جميعا ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. طلب مني أخي نصيحة ليوجهها، فنزولا إذن عند رغبة أخي أوجه نصيحة وكلمة لإخواني جميعا في هذا البلد، وإن كنت لست أهلا لذلك، إلا أنها نصيحة أخ لإخوانه، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا، بل إن النصيحة أصل من أصول هذا الدين، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. إخوتي في الله، أوصيكم جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى، وأنتم تعيشون في بلد تعرفون ما فيه من الشر والفساد ومن الكفر والإلحاد، عليكم أن تتميزوا
بما ميزكم الله جل وعلا به. ميزكم الله تبارك وتعالى بالعقيدة الصافية النقية، ميزكم الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وأهل الدنيا من حولكم يعيشون ظلمات الشرك والفساد. أن تتميزوا بما ميزكم الله تبارك وتعالى بهذا الأصل العظيم، هذا التوحيد وهذه العقيدة الصافية، لا بد أن تظهر عليكم، لا بد أن تظهر في معاملاتكم وفي أخلاقكم، كما كان سلف هذه الأمة كانوا دعاة لغيرهم، وكانوا رسلا يمثلون هذا الدين بعقيدته بصفائها وبمعاملاته بطيبها وحسنها وصلاحها، فكان الناس يتأثرون بهؤلاء، لا بكثرة كلامهم، لا بخطبهم الرنانة أو بكلماتهم التي ربما ألقوها فيهم، بل كانوا يتأثرون بأخلاقهم بمعاملتهم التي تدل على صدق معتقدهم، على صفاء عقيدتهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. إن هذا الدين العظيم قد وجه عناية كبرى في كثير من نصوصه، من نصوص الكتاب والسنة، إلى بناء شخصية المسلم، هذه الشخصية التي تميزه عن سائر الشخصيات. ميزه في هذا، ثم إن هذه النصوص بتوجيهها الوجهة الأصيلة المنبعثة من صلب تعاليم هذا الدين ومن أس أحكامه وشرائعه، تجعل المسلم لا ينصهر ولا يذوب في أي مجتمع كان، وفي أي بيئة وجد، بل تجعله يؤثر ولا يتأثر، تجعله يؤثر في غيره ولا يتأثر بهذا الغير، لا ينصهر فيهم ولا يتأثر بعقائدهم وبضلالاتهم. وهذا لا يكون ولا يتأتى إلا إذا تسلح المسلم، إلا إذا تسلح بالزاد العظيم، تسلح بسلاح العلم والتقوى، العلم بنصوص الكتاب والسنة، العلم بأحكام هذا الدين وشرائعه، هذه الأحكام التي تثبته على دينه من جهة، والتي تجعله مستقيما على هذا الدين من جهة أخرى. وهذا الذي أمرنا به، وهذا الذي من أجله خلقنا ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، يوحدون الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تظهر فيهم مستلزمات هذا التوحيد، لأن الإيمان على معتقد أهل السنة والجماعة ليس كلمة تردد على اللسان، ليس هو كلمة تردد على لسان أو تصديق يستقر في الجنان فحسب، بل إنه نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. فأوصي إخواني في هذا البلد، وإن كانوا فيه في معصية الله تبارك وتعالى، وأنا على يقين أنهم يعلمون ذلك، ولكننا نحسن الظن بإخواننا، ونعتقد أن لكل واحد منهم ظرفا خاصا به، وربما عذرا، وليس هذا حجة لهم، بل إنه من حسن ظننا بإخواننا. وإلا فإن المسلم الملتزم بدينه المستقيم على شرعه لا يرضى أن يكون لحظة من عمره عاصيا لربه تبارك وتعالى، لأنه لا يدري متى الرحيل، لأنه لا يعلم
متى يأتيه ملك الموت وهو يعلم أنه يجب عليه أن يكون أن يموت على حسن خاتمة، أن يكون أن يموت وهو طائع لله تبارك وتعالى، لا أن يقبض وهو على معصية لأنها من سوء الخاتمة. والواجب عليه كذلك أن يسارع إلى مغفرة ربه تبارك وتعالى عملا بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا وأمرنا به، ولكننا ولحسن ظننا بإخواننا نوجههم وننصحهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، أن يحافظوا على جماعتهم، وأن يبتعدوا على وأن يبتعدوا عن جميع أسباب الشقاق والتفرقة فيهم، أن يجتمعوا حول علماء هذه الأمة. والله جل وعلا يسر لنا ولهم وسائل الاتصال بهم، يتصل دائما بعلمائنا، وأن يكونوا على صلة وطيدة بهؤلاء العلماء الذين من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه تارك فيهم بقية منهم بقية صالحة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ظننا في هذه الطائفة القائمة بأمر الله جل وعلا متمثلة في علمائنا من العلماء الربانيين من أمثال الشيخ ربيع والشيخ العباد والشيخ الفوزان وغيرهم من مشايخنا الكرام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يجمع شباب هذه الأمة من حولهم، إنه سميع مجيب. وأوصي إخواني أن يجتنبوا وأن يبتعدوا عن أهل البدع والأهواء، وما أكثرهم في مثل هذه البلاد، خاصة وأنهم وجدوا أرضا خصبة لمثل أفكارهم الفاسدة وعقائدهم الباطلة يبثونها في الشباب الذي زاده من العلم ضعيف، والذي حصانته من هذه الشبه والضلالات لا أقول ضعيفة بل هي معدومة. ولهذا ينبغي على شبابنا السلفي أن يتميز عن هؤلاء جميعا، لا يجالس من هب ودب، ولا يأخذ عمن لا يعرف، ولا يجالس أصحاب الأهواء والبدع والضلالات، ولا يقترب منهم، وينبغي عليه أن يفر منهم فراره من المجذومين حتى لا يصاب بالعدوى ولا يلبس عليه في دينه، لأن أمر الدين عظيم، والحفاظ عليه هو أولى الأولويات على الإطلاق. وهذه الشريعة إنما أنزلها الله تبارك وتعالى لحفظ المقاصد الخمس، وأول هذه المقاصد حفظ الدين، حفظ الدين للمسلمين. فأوصي إخواني أن يبتعدوا عن أصحاب الشبه كلها، وأن يكون اجتماعهم مع أهل السنة مع إخوانهم من السلفيين من السنيين، يجتمعون على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى التعاون على البر والتقوى، وأن لا يكون اجتماعهم اجتماعا صوريا ظاهريا، وحقيقة أمرهم أن قلوبهم شتى، هذا لا يرضاه الله جل وعلا لنا ولا يرضي ربنا جل تبارك وتعالى. الواجب أن يكون اجتماعنا اجتماع قلوب وأبدان على حد سواء. القلوب تجتمع على طاعة الديان تبارك وتعالى، نتذاكر فيما بيننا، نجالس من نعتقد أنهم من طلبة العلم فينا، ممن استفادوا هنا وهناك وحصلوا شيئا من العلم، وهم على استقامة وعلى منهج سليم، لا غضاضة في أن نستفيد منهم وأن نجتمع بهم
وأن نأخذ منهم، لأن ظننا في طلبة العلم من السلفيين جميعا أنهم لا يخالفون ولا يلبسون على إخوانهم، أنهم منزهون عن مثل هذه الضلالات، خاصة إذا كان هؤلاء الطلبة ممن وثقهم من نعرف من علمائنا أو من طلبة العلم.